الشهيد من يافع أو من الضالع، ولن نعاي ولن نزايد. هناك كثير من زملائنا، ويمكن هذه القالية معظم من أبناء يافع، ولا أجاملكم، كثير من أبناء يافع استشهدوا إلى هذه اللحظة استشهدوا. وأنا أذكركم بشهيد يعني أحمد سيف اليافعي، وهو لواء كان غير المنطقة، وين استشهد؟ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أثناء إلقائه كلمة في حفل الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين، واتهم النشطاء الزبيدي بأنه عزز المناطقية التي تفشت عقب انتصار عدن على يد أبنائها، وبات الذين تم تهميشهم وتفرد أبناء المثلث بكل المناصب القيادية والإدارية والعسكرية، متمثلين بأبناء الضالع بالدرجة الأولى ثم أبناء يافع ثم ردفان. ووجد أبناء عدن وأبين ولحج وشبوة وحضرموت والمهرة أنفسهم تحت سيطرة قيادة المجلس الانتقال العنصري. وبحديث عيدروس الزبيدي للجالية في أمريكا، امتدح أبناء يافع ووصفهم بالمدافعين عن أبين التي اتهم أهلها بالإرهاب، مستشهدا بالعمليات الأخيرة التي طالت مواقع عسكرية في أبين وراح ضحيتها عددا من الجنود معظمهم من أبناء يافع. شكرا جزيلا. أنا أذكركم أن الإرهابيين في أبين يواجههم أبناءنا، ومعظمهم من أبناء يافع داخل أبين يقاتلون، وكل يوم شهداء إلى هذه اللحظة. هل تعلمون هذا ولا لا تعلمونه؟ نقاتل الإرهاب ونقاتل الحوثي ونقاتل داعش والقاعدة، ما حد عارف هذا الكلام صح؟ طيب الدولة تشيلها رجال أوفياء وصناديد، تشيلها ناس عندهم أقدام يهبوا بدون أن ندعي تعال يا فلان ولا تعال يا فلان. وقال مراقبون أنهم من الطبيعي أن يكون من سقطوا في الحادث أن لا يكونوا من أبين، لأنه بالأساس قد تم تجريدهم من مناصبهم واستبدالهم بأبناء يافع والضالع وردفان، وأن حديث الزبيدي حج عليه وليس له، لأنه من غير المنطقي أن يمنع أبناء أبين من حماية محافظتهم ويتم تهميشهم واستبدالهم بأفراد من المثلث مثل عدن وشبوة. وقد استنكر أبناء أبين التهمة التي وجهها الزبيدي لأبين، متهما أبناء المحافظة بالإرهاب. ويرى مراقبون أن عيدروس الزبيدي وجه كلمته هذه إلى عبد الرحمن المحرمي الشهير بأبو زرعة، وذلك عقب تكليفه بإعادة هيكلة الجيش والقوات الأمنية، حيث يرى المحرمي أنه يجب أن تبنى الهيكلة على أساس متين من الخبرة والكفاءة العسكرية، وليس على المحسوبية أو المناطقية، أو لأن فلان الفلاني أخو شهيد أو ابن شهيد أو قريب لشهيد، وهو ما يرفضه عيدروس الزبيدي جملة وتفصيلا، حيث قال بكل وضوح أن من حارب لهم الحق في المناصب. عندما نقول ليش هذا أنا بهذا المنصب، لأنه هبي وقاتل من أول لحظة إلى هذه اللحظة. في ناس داخل بيوتهم كالفئران، وعندما تقام الدولة يأتوا إلى داخل الدولة يقولون إحنا نريد مناصب. تعال عندي بقبات القتال، أحضر بقبات القتال وقاتل وعلى رأسي من فوق. وفي فيديو آخر كذلك تعرض للانتقاد، حيث ظهر الزبيدي وهو متواجد داخل سيارة فخمة لم يترجل منها إلا بعد أن قام الشخص بفتح الباب له. وهنا استذكر النشطاء بدايات الزبيدي التي يتغنى بها دائما بأنه جاء من رحم المقاومة وجبال وعره.